السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد بعنوان رحلة الإسراء والمعراج. هيا بنا نبدأ. كما تعودنا نبدأ بخطوات الدرس القرآن والدعاء وعرض الهدف ومناقشة التهيئة. نستنتج أهم أحداث رحلة الإسراء والمعراج، ونستنتج الحكمة من رحلة الإسراء والمعراج، وأخيرا وقت الأنشطة. تذهب إلى ملف الأنشطة وتختار النشاط المناسب لك. أما عن القرآن والدعاء، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما عن دعاء اليوم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. هدفك اليوم أو مهمتك اليوم تستنتج أهم أحداث رحلة الإسراء والمعراج. التهيئة، فكر الإجابة على هذه الأسئلة. هل يمكنك أن تسافر من الإمارات إلى مصر ماشيا؟ ولماذا؟ أحسنتم، لا يمكنني السفر من الإمارات إلى مصر ماشيا لأن المسافة بين مصر والإمارات كبيرة، تقريبا أكثر من 3000 كيلومتر، فلن أستطيع أن أذهب ماشيا. كم يوم تحتاج لتصل إلى مصر عن طريق السيارة؟ إذا كنت ستسافر إلى مصر عن طريق السيارة، كم يوم تحتاج؟ لأن المسافة كما قلنا هي كبيرة، فقد أحتاج إلى 3 أيام أو أكثر حتى أصل إلى مصر. الآن شاهد الفيديو، ودورك بعد مشاهدة الفيديو تذكر سبب تسمية هذا العام بعام الحزن، وتستنتج أسباب رحلة الإسراء والمعراج. شاهد الآن ثم تحدث. مرت الدعوة الإسلامية في مكة بمواقف صعبة عديدة. صبر خلالها المسلمون وتحملوا الابتلاء، وكان قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي فقد في عام واحد 2 ممن كانوا يناصرونه ويدافعون عنه. أنا سعيد جدا لموت أبي طالب، لأنه كان يقدم العون والنصرة لمحمد. أسوف تزداد سعادتك حينما ترى محمدا وعليه الحزن الشديد لموت أبي طالب. كم كنت متغيظا من أبي طالب، كيف يحمي محمدا وهو يسب آلهتنا؟ ومن العجب أن أبا طالب كان مصرا على عبادة الأصنام، فلم يدخل في دين محمد. الآن يمكننا أن نعتدي على محمد كيف نشاء، ولن يقف في طريقنا أحد. مرت الأيام وراء الأيام، والحزن والأسى لا يزال في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وفجأة ماتت زوجته خديجة بنت خويلد التي آمنت به ونصرته وأيدته بكل ما تملك، فازداد حزن النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت يا أخي ماذا أصاب محمدا؟ نعم، لقد ماتت زوجته خديجة التي كانت تنصره بمالها. يبدو أن آلهتنا قد غضبت من محمد فأخذت منه زوجته خديجة وعمه أبا طالب في عام واحد. ما رأيك لو ذهبنا إلى خيمتي لنحتفل فرحا بما أصاب محمدا؟
اشتد إيذاء المشركين للمسلمين بمكة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل إلى الطائف ليدعو أهلها إلى الإسلام، لكن أهلها كذبوه وسخروا منه، فرجع إلى مكة حزينا. أراد الله تعالى أن يخفف عن رسوله صلى الله عليه وسلم بعض الحزن الذي أصابه بعد وفاة عمه، ثم وفاة زوجته، ثم ما لقيه من أهل الطائف، فحدثت رحلة الإسراء والمعراج، حيث جاءه جبريل ومعه دابة البراق، فانتقل إلى المسجد الأقصى، وصلى النبي بالأنبياء جميعا عليهم السلام، ثم صعد إلى السماء وارتقى لمناجاة الله تعالى، حيث فرض الله عليه الصلاة، ثم عاد إلى مكة. أسمعت ما يقوله محمد؟ وماذا قال؟ يزعم أنه انتقل إلى بيت المقدس، ثم صعد إلى السماء لمناجاة ربه، ثم عاد إلى الأرض من جديد، كل هذا في ليلة واحدة. ماذا؟ بيت المقدس الذي نسافر إليه في شهر ونعود منه في شهر، زاره هو في ليلة؟ وأصحابه يصدقونه، ومنهم أبو بكر. كانت رحلة الإسراء والمعراج تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم لما وجده من حزن، كما كانت اختبارا لصدق الصحابة الكرام، لكن المشركين ظلوا على عنادهم وتكذيبهم. هل يمكنك الآن بعد مشاهدتك للفيديو أن تذكر سبب تسمية هذا العام بعام الحزن؟ وما هي أسباب رحلة الإسراء والمعراج؟ من خلال ما شاهدت من الفيديو ومن خلال الأحداث التي أمامك، استنتج أو استنبط الحكمة من حادثة الإسراء والمعراج. أحسنتم. وفاة عمه أبو طالب، ووفاة زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، وأيضا رفض أهل الطائف لدعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وإيذاء كفار قريش له. الله سبحانه وتعالى أراد أن يطمئن قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويثبت فؤاده، وليريه بعض من آياته ومعجزاته، وليري أيضا أهل مكة أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فكانت هذه من أسباب رحلة الإسراء والمعراج. الشخصيات المشاركة في رحلة الإسراء والمعراج: سيدنا جبريل عليه السلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دابة البراق التي ذهب عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، مكان الرحلة. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، فذهب إلى هذا المكان وهو المسجد الأقصى. الوسيلة التي انتقل بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى هي دابة البراق. انتقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على دابة البراق من مكة إلى المسجد الأقصى، ومن بعدها عرج به إلى السماوات السبع، ومنها إلى سدرة المنتهى لمناجاته مع ربه سبحانه وتعالى. ماذا حدث في المسجد الأقصى؟
التقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء وصلى بهم في المسجد الأقصى، وهذه تسمى برحلة الإسراء. ماذا حدث بعدما صلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء والرسل؟ بعدما صلى بهم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء، وفي السماوات السبع رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل، وسنتحدث عنها الآن. وفرضت في السماء الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكر جيدا للإجابة على هذه الأسئلة: لماذا اختار الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى؟ ولماذا اختار أيضا المسجد الحرام؟ ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى السماوات العلى؟ في السماء الأولى رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية رأى سيدنا محمد سيدنا عيسى وسيدنا يحيى عليهم السلام، وفي السماء الثالثة سيدنا يوسف عليه السلام، وفي السماء الرابعة سيدنا إدريس عليه السلام، وفي السماء الخامسة سيدنا هارون عليه السلام، وفي السماء السادسة سيدنا موسى عليه السلام، وأخيرا في السماء السابعة سيدنا إبراهيم عليه السلام. بعد السماء السابعة البيت المعمور وسدرة المنتهى ونهر الكوثر ومالك صاحب النار، وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى، تناجى معه وفرض عليه الصلاة في هذا الوقت. فرضت أولا 50 صلاة، ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن أمته، فخففت إلى 5 صلوات. هيا بنا نتعرف على معنى المعجزة. المعجزة كل فعل يعجز الإنسان عن القيام به ويصعب على العقل تصوره، مثل معجزة الإسراء والمعراج. ما حدث هي معجزة من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد ذهب في هذه الرحلة من مكة إلى المسجد الأقصى إلى السماء، ثم عاد إلى مكة مرة أخرى، كل هذا في ليلة واحدة. والمدة أو المسافة التي كان يذهب فيها أهل مكة من مكة إلى البيت الأقصى تستغرق شهر في الذهاب وشهر في الإياب، أي في الرجوع مرة أخرى، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك هذه المعجزة لكي يثبت لأهل مكة وأيضا ليثبت صدق الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، هل سيصدقونه أم لا؟ فكر جيدا الإجابة على هذا السؤال، سؤال التحدي: ما سبب تسمية أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالصديق بعد حادثة الإسراء والمعراج؟ توقع النتائج. ماذا قال أهل مكة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أخبرهم بهذه الرحلة؟ هل صدقوه؟ هل كذبوه؟ ولماذا؟ الربط بالإمارات. ماذا قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الارتقاء في مجال العلوم والفلك والفضاء وعاصرت به كل الدول المتقدمة؟ ماذا فعلت؟ أحسنتم، دولة الإمارات العربية المتحدة دخلت بقوة في هذا المجال وأصبحت جزء من النادي الفضائي العالمي من خلال تأسيس أول وكالة للفضاء في الشرق الأوسط، وبذلك دخلت رسميا
حلبة السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، وأول قمر صناعي أطلقته وهو مسبار الأمل كان قريبا جدا. التقييم الختامي، فكروا جيدا للإجابة على هذه الأسئلة. ما هي أسباب رحلة الإسراء والمعراج؟ اذكر الأشخاص المشاركين في هذه الرحلة. ماذا حدث في المسجد الأقصى؟ وماذا حدث في السماء؟ وأخيرا جاء وقت الأنشطة. اذهب إلى ملف الأنشطة واختر النشاط المناسب لك وقم بحله وأرسله إلى معلمك. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.